ما شاء الله، ربنا يحميك يا رب يا معتز. احسنت. مش حامد؟ لا انت ظابط، خليك سياحه في فنادق، مش عارف عينه ظابط ازاي. عارف يا معتز، انا اكتر حاجه مطمناني في الاسبوعين اللي هسافرهم دول ان انت موجود هنا. تلميذك يا باشا. تلميذي بس؟ تلميذي بس يا؟ المهم بقول لي صحيح، ايه القبض نزل ولا لا؟ قبض ايه؟ قبض لسه بدري يا ابني، انت مزنوق ولا ايه؟ لا والله حس، بس انا وايمان جات لنا فكره كده ننقل في شقه تمليك في مساكن الشرطه ونترحم من الايجار الجديد. والله عين العقل، وهتبقى جار يا شقيق. بس المشكلة المبلغ لسه مش جاهز، ورحت لابويا استلف منه واخوها الكبير وقف لي فيها. تاني اخوك ده، تاني وما بيتوبش اخوك ده، حطك في دماغه ليه؟ والله العظيم لو مش اخوك يا معتز ما تزعلش منه، انا كنت علقته لك من رجليك. بس بيني وبينك ما تحسبهاش، سيبها على الله. ادينا اهو لسه مجوز اختي شاهندة وداخل على جواز وربك بيسهلها. ونعم بالله. تعرف انا اكتر حاجة بتعجبني فيك ايه يا حسن؟ حاجة واحدة بس يا معتز. اتنين تلاتة أربعة. لا بس بجد والله أكتر حاجة بتعجبني فيك إن أنت رامي توكلك على ربنا. ونعمة بالله، رزقك هيجيلك هيجيلك، واللي من نصيبك هيصيبك، صح ولا غلط؟ صح. توكلنا على اللي بيوكلنا، تشرب إيه بقى؟ رحت الشغل. الشغل ده يا طنط للناس اللي عندهم أمل في بكرة، لكن أنا شايلة هم النهاردة ومش عارفة هخرج منه إزاي. وشايلة الهم ليه يا حبيبتي؟ ما أنت نايمة في حضن جوزك. واخوك بسم الله ما شاء الله عايزه جن. حضرتك شايفه كده؟ ما هي دي الحقيقه. الهم ده اتوجد للي زيي. يا طنط انت من حقك تزعلي، لكن مش من حقك ان انت تعلقي ذنبها في رقبتي وفي رقبه اخويا حسام. انا عايشه بس عشان اخد بطر بنتي. تاخدي بطرها من مين؟ تاخدي بطرها من ناس ما لهمش ذنب في اللي حصل؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تزر وازره وزر اخرى. أخوك السبب في اللي حصل لبنتي. ده قضاء وقدر، وحسام نفسه كان هيروح فيها لولا ربنا ستر. يا طنط انتي إنسانة مؤمنة، واعتبري ان ده اختبار ليكي ولينا كلنا. وبدل ما تفكري ان انتي تنتقمي لبنتك أو تفرقي بيني وبين جوزي، اعتبرين انا بنتك اللي ربنا عوضك بيها عن سلمى الله يرحمها. مفيش حد في الدنيا دي أبدا زي سلمى بنتي. دي بنتي الوحيدة اللي اتخطفت في عز شبابها. اتخطفت مننا كلنا مش منك لوحدك. سلمى كانت صاحبتي ومرات اخويا واخت جوزي، وكنت بعتبرها زي اختي بالظبط. لو بتعتبريها زي اختك بالظبط يبقى قطعي علاقتك باخوكي. ايه؟ قطع علاقتي بمين؟ حسام ده مش اخويا، حسام ده ابويا اللي رباني وجوزني وسلمني لجوزي اللي هو ابنك. ولو انت في مكاني عمرك ما كنت هتقدري تعملي كده ابدا. انت لا يمكن تكوني في مكاني ابدا. انت لا خلفتي ولا ربيتي ولا كبرتي ولا بنتك ماتت في عز شبابها. فحضرتك بقى شايفه ان الله يريحك يا تقطعي علاقتي باهلي يا تفرقي بيني وبين جوزي. هو ده العدل من وجهه نظرك؟ ما الواضح ان حبك للانتقام نساكي انسانيتك في لحظه ضعفك. بطلي بقى كلام الانشا اللي انت عماله تقوله لي من الصبح ده. واضح خلاص انك اخترتي. اصل حضرتك بتخيريني بين اهلي وجوزي، واللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. فلقتيني بكلامك ده. انا جمعكم النهارده عشان نعرف راسنا من رجلين، واللي ليه حق ياخده. حق ايه يا ام حج؟ الارض يا نجيبه اللي ابوكي واخواتك حطوا يدهم عليها وما دفعوش ايجار على حد دلوك. ايوه ده مالنا ومال ابونا الله يرحم، ولا ممكن نفرط وفي واصل. ايوه ومالنا ومال جوزنا الله يرحم. بصراحه حكمه بتتكلم صح. الهي يبارك لك يا حكمه، والله من غيرك ما كناش عارفين هنعملوا ايه. واه 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 واه، انتوا هتعوموا على عمها ولا ايه؟ وما يعوموش على عمها ليه؟ وانا بتكلم غلط ولا بتكلم غلط يا اختي؟ ومالك كده نفشه ريشك وعامله فيها لمونه في بلد جرفانه؟ عشان بتكلم في الحج. واللي ليه حج عينه غليظه. توحدوا ليه يا جماعه؟ ما يصحش كده، ده احنا اهلي برضه. اسكت انت يا دكتور البهايم، مالكش صالح بحديث الحريم. اديني سكتها، انتوا حرين. حسك عالي ولسك بتتكلمي؟ وما يعلاش ليه؟ وانت احسن مني ولا احسن مني؟ انا هنا من بيتك كبير وعصبي بطاش زيه، يعني من النهارده الكلمة لازم أن تكون كلمتي، والزمن اللي فات ولا ومات. عندك حق، لكن من السعادة كلنا ولاد تسعة. الله ينور عليك يا حكمة. شديد اكتمنت اتكتمتها. وعشان كده لو أبوكي وإخواتك ما دفعوش الإيجار
هيشوفوا مني اللي عمرهم ما شافوه. هتعملي ايه يا حكمت؟ هخلي عمي صدق بيه يشوف شغله معاكم ويمشيكم على عجين ما تخربطهوش. ده كده احلوت قوي. اكفي خشمك يا فرج، وانت لازم تسمع لك كلمتين زي اللي جابلك. حاضر يا ست وداد، هكفي الخشم اهو. ده انتوا اللي داخل بناتكم مفقود. بص يا حكمت، اعلى ما في خيلك اركبيه، وان كان في مركب الجلع حليه، وبجي وريني هتعملي ايه. اللي بيقول هعمل ما بيعملش. بكره تشوف اللي قدامك دي هتعمل ايه. ماشي، بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه. صح، والشاطر اللي يضحك في الاخر. وانا ها وانت ها. الف مبروك يا حبايبي، عقبال الفرح بقى ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك. ان شاء الله وقت الفرح باذن الله هتكون الظروف اتحسنت، هنعملهم حفله كبيره قوي ونفرح عرايسنا ان شاء الله يا مدام علي. مبروك يا محمد، مبروك يا رهام. وصيتي ليكي بقى انك تخلي بالك منه عشان ده زبا وقلعبان. زبا وقلعبان؟ ايه الكلام اللي اتلغى ده؟ ده بدل ما تقولي خلي بالك منه. ولا ايه يا حسام؟ مبروك يا محمد، عشت وشفتك عريس. الله يبارك فيك، انا متشكر قوي يا حسام. زمان كنت بطولك، دلوقتي ما بقتش لوحدك يا حماد، معاك امانه. حافظ على مراتك. يا سمنير، انا اخويا رحت قلت عدولي وما سالتش فيا حتى لو بقالو. ازيك يا شعبان؟ شعبان شعبان كده حاف من غير معلم. يا عم اشفط بطنك وعدي، مفيش بين المعلمين حساب. على رأيك، ما احنا من بكرة هنبقى زي الإخوات وشركة. لا 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 لا، انسى انسى موضوع الشراكة ده خالص. ليه؟ مش فاهم. أصله بينه وبينك كده افتكرت مثل حلو قوي، مثل شعبي جميل، بقول لك قطة ملك ولا جمل شرك. وأنا بينه وبينك اخترت القطة، لا شريك ولا فريك. فريك ايه؟ هو انا لا مؤاخذة يعني جايب لك وزة بقول لك عشيها؟ ما تفهمني يا عم الحاج، أنا قلقان، كلامك ده قلقني، عايز اعرف المغزى يعني راسي من رجليا. اصل اخويا معتز تعيش انت، ابويا تعب ووديناه المستشفى، وقريب قوي احتمال احلف برحمته يعني. وبيني وبينك بقى ساعتها ابقى انا صاحب المال، هتصرف فيه زي ما انا عاوز. فهمت يا شاهين؟ انا مش فاهمه، انت جايه تباتي عندنا ليه وسايبه بيت جوزك؟ قصدك بيت اهله يا ماما. اهله هم اهلك يا بنتي. عندك حق يا حسام، بس انا مش فاهمه بقى امتى هنروح بيتنا ونرجع نعيش لوحدنا تاني. يا بنتي واحدة واحدة، وبعدين اللي ماتت دي مش قطة، دي أخته الوحيدة، وبعدين لازم يبقى مع أهله في الظروف اللي زي دي. طيب يا ماما، أهو مسافر أسيوط عنده قضية وهيغيب فيها 3 أيام، سيبيني بقى أقعد معاك أونسك شوية بدل ما إخواتي طول الوقت سايبينك لوحدك. والله عندك حق يا بنتي، إلا محمد ده ما بيحبش قعدة البيت أبدا، ده خلص القعدة من هنا وخد عروسته وجري يسهر بيها بره. سيبيهم ينبسطوا يا ماما شوية. معاك حق يا شاهين، سيبيهم ينبسطوا يا ماما شوية. ربنا يبسطهم يا رب. سيادة المقدم حسام. ايه يا باشا، انا المقدم حسام. اتفضل معاك. اتفضل معاكم. على فين يا باشا؟ عندي امر بتفتيش شقتك. شقتي تتفتش ليه يا باشا؟ يا فندم شقتك اللي في مساكن الضباط. يا باشا حضرتك متاكد؟ اكيد في حاجه غلط، في سوء تفاهم، اختار مش مظبوط. لا مفيش حاجه غلط حضرتك، لما نفتش هتعرف. وعموما احنا معانا اذن من النيابه. انا اسف يا فندم مره تانية، ويا ريت ما نضيعش وقت بعض. يا فندم اكيد في حاجه غلط. استنى شند، مع اذن النيابه فعلا. المهم يكون تدخل خلاص يا ماما، مفيش حاجه. طب حسام عايزها. في حاجه غلط اكيد، هعرف فيه واجي على طول، ما تقلقوش. ماشي يا باشا، تحت امرك، توكل على الله. بتفضل. يلا ما تفرجوش علينا الشارع، يلا خلي بالك من نفسك، خد امك وادخلي. يلا اتفضل يا باشا، امشي قدام. اتفضل يا بيه، البيت كله قدامك، حضرتك تقدر تفتشه ملي ملي يا باشا. اتفضل. ايه
قصروا في البيت كمان. قصروا في البيت. حاجة ساعدتوا؟ يا باشا مش قصور شغل دي يعني. الصندوق ده بتاع احسن بيه. بتاع كنت جايبه ايام الله يرحمها. حته من جهازي اي نعم يعني مش غاليه بس اهو. والفلوس اللي جواها دي؟ الفلوس دي انا ما اعرفش عنها حاجه يا باشا. حسام بيه احنا اسفين مضطر اقبض عليك. معتز اخوكي فين يا منيره؟ ده وحشني قوي. اصله في مأموريه يا حاج واول ما يخلصها هيجي لك على البيت على طول. ما انت عارف يا حاج ان وقته مش ملكه. والله يا حاج معتز ده صعبان عليا قوي قوي. ربنا يعينه ويديله على قد نيته. ناولين العصايه عشان اخش الحمام قبل ما نروح. اتفضل يا حاج. يا قوي اساعدك يا حاج؟ لا خليك يا حبيبي. والله ما انا عارف اقول له معتز ازاي. ومين سمعك يا حبيبي؟ والله ده انا قلبي بيتقطع عشان الحاج. لا بقول لكم ايه بقى، ولا قلبك اتقطع ولا حاجه، سيبونا الطلعه دي ومحدش له دعوه، انا اجيبها له وش كده سلكاوي. ولا طلعه ولا نازله، تعرف تتكتم وتخرس خالص. جرى يا منيره ايه لك كاتب ده؟ بعدين ده انا بهدي نفوس. اوعى اوعى حد يقول له المعتز مات. لو ده لو شاف الخبر هيطب مننا. اوعى ساكت. طب تفسر بايه وجود صندوق الفلوس اللي لقيناه في شقتك؟ قلت المعاليك 100 مره ما اعرفش عنه حاجه. امال دخل شقتك ازاي؟ نقول تاني. سعادتك الصندوق بتاعي ملكي، اللي جوه الصندوق انا ما اعرفش عنه حاجه. يعني بالبلدي كده سعادتك حد حط الفلوس دي جوه الصندوق. بس المعمل الجنائي اثبت بالمعاينه ان مفيش اي كسر في كالون الباب ونوافذ الشقه كلها سليمه، يعني اللي دخل دخل بالمفتاح. معاليك احنا بشر بني ادمين واجل من لا يسوى، ممكن اكون نسيت باب مفتوح شباك مردود واللي دخل دخل منه يا فندم. ده وارد برضه، بس المعمل الجنائي اثبت عدم وجود اي بصمات لاشخاص مجهوله داخل شقتك. يا باشا احنا رجال قانون وانا رجل شرطه، يعني بالوايم كده اللي هيدخل يعمل عامله زي دي لا هيسيب بصمات وراه يا اما هيلبس جوانتي. أنا عملي كرئيس نيابة مبني على البراهين والإثباتات مش بالوام يا سيادة المقدم. بقول لك إيه؟ ما تعترف. يا باشا ما صحش كده يا فندم، ما صحش كده. والله العظيم ما أعرف حاجة عن الفلوس دي. ثبت بالمعاينة وجود مبلغ 250 ألف جنيه جوه الصندوق. وإقرار الذمة المالية اللي أنت قدمته خالي من المبلغ ده. وده معناه إن في شبهة تواطؤ بينك وبين مجموعة المهربين. يا فندم مجرم، مجرم أنا قابض عليه قبل كده 100 مرة، طبيعي إنه يعمل كده يا باشا. وبعدين يا فندم أنا لاقي اسم في الداخلية، حضرتك تقدر تسأل زمايلي عني وتشوف ملفي، يقول لك مين حسام الهلالي. بقول لك إيه؟ اهدى بقى كده وقول لي إيه مصدر المعلومات اللي كنت بتبلغ بيها الإدارة بتاعتك عن مجموعة المهربين دول؟ كنت زارع وسطهم واحد سعادتك، يعني بالبلدي كده مرشد، بيجيب لي أخبارهم أول بأول. اسمه إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمه طاهر المسطيه يا باشا. بس من فضل معاليك لو هتستدعيه تستدعيه في سريه تامه. ليه؟ علشان لو عرفوا هناك البطاطش هيذبحوه وهيغيروا سيستم شغلهم كله ونرجع من تاني بقى حورين يا كيكه والسلاح يملى البلد. وهو كذلك. هل لديك اقوال اخرى؟ لا يا فندم، سعادتك لديك اوامر تانيه. امرنا نحن بشام رشوار رئيس النيابه استدعاء السيد طاهر المسطيهي المشار اليه في المحضر لسماع شهادته في سريه تامه. كما أمرنا بحبس المتهم حسام نجيب الهلالي 4 أيام على ذمة التحقيق وأقفل المحضر في ساعته وتاريخه. اتفضل سعادتك امضي على المحضر. يا بنتي ما أقدرش أسيبك لوحدك أنت وبنتك في الظروف دي.
البنت بتبقى عليها عين والأرملة عليها ألف عين تراقبها، يعني لازم أقعد معاكي وفي نفس الوقت ما أقدرش أسيب أخوكي مع الحرباية اللي اتجوزها دي وجابها لنا. والله ما عارفة أعمل إيه. عارفة يا إيمان، أسلم حل إن إحنا نقعد كلنا مع بعض. يا ماما هو أنا ناقصة أعرف أكتر من اللي أنا فيه ده؟ يا رب خدني وخلصني. شر عليكي، ما تقوليش كده، وحدي الله. إلهي سيدنا محمد رسول الله أرحمك يا معتز ويجعل مثواك الجنة. شدي حيلك يا أمان. قلبي عندك يا حبيبتي، ده أنا قلبي بيتقطع عشانك. أقولك نصيحة، تاخدي بنتك في ايديكي وتطبي على بيت حماكي وتقعدي على قلبه هناك، ما تطلعيش من البيت الا لما تاخدي حقك وحق بنتك تالت ومتلت. وفري نصيحتك لنفسك يا لولا. حق عليا انا اللي عايزه مصلحتك. خليكي في حالك انت اللي فيها مكفيها. اسكتي دلوقتي يا لولا. اديني سكت يا عمر، على راي المثل خير ان تعمل شر ان تلقى. علاقتك بالمقدم حسام نجيب الهلالي؟ علاقتي بيه زي الفل. زي الفل؟ وضح كلامك، يعني ايه زي الفل؟ يعني مفيش اي حاجه الا كل خير. المقدم حسام قال في اقواله ان هو اللي زرع الكعاميل وسط مجموعه المهربين، وانت اللي بتبلغوا اخبارهم اول باول، الكلام ده مظبوط؟ ايوه مظبوط مظبوط، هو اللي زرعني. حسام بيه جابني من البوفيه بتاع اداره المباحث، ماني اصلي كنت متطوع هناك بعد الجهاديه، وعلى راي المثل يا باشي ان فتك الميري اتمرغ في ترابه. وبعدين انت تحكي لي قصه حياتك؟ ماني جاي لك في الكلام يا باشي. حسام بيه استنقاني من وسط ناس يامي عشان يجندني زي عمله رأفت الهجان كده، وعمل لي تاريخ اجرامي على قدي وبالمستندات. قال ايه؟ اني فلاح من كفر الشيخ، مع اني اني اصلي من كفر الورش بين القناطر اليوبي. وبعدين؟ وبعديه راح راميني في السجن مع فؤاد. فؤاد مين؟ فؤاد يا باشي، يا سلام، فؤاد ده كان أهم واحد من رجالة البطاش، وأني كانت كل مهمتي إني أخليه يثق فيي ويشغلني عند البطاطشة، وبعديها جاله المرض البطال اللهم احفظنا ومات. يعني حسام ما كانش له علاقة مباشرة مع منصور البطاش أو حد من ولاده؟ كدب خيبة يا باشي. قول. أني معرفش. يعني إيه ما تعرفش؟ أنت مش شغال عندهم؟ طب أنا هقول لك إيه؟ ما هو أصل حسام بيه يعني هو اللي نقاني عشان أقوم بالمهمة دي، من بعد ما كنت عامل بوفيه بقيت إيمي، يعني من الآخر جمايله مغرقاني. يعني إيه؟ عايز تقول إيه؟ وضح كلامك. يا سعادة الباشي، العين ما تعلاش على الحاجب. أني كل مهمتي هناك إني أراقب اللي بيحصل وأقوله لحسام بيه، لكن لا اقدر اساله ولا راقبه. انت بالك قد ايه شغال عند البطاطش؟ بقالي سنتين، وكل مره كنت انزل فيها مصر كنت اجيب لحسام بيه كل الطلبات اللي بيطلبها مني. طلبات زي ايه؟ يعني زي ما تقول كده شويه كركديه، على شويه فول سوداني، على شويه فسيخ، وطبعا هو كان بياخد الحاجات دي وما بيدفعش فلوسها كالعاده، وانا اقعد معاه يسالني سؤالين اجاوبه باللي في النصيب. طب من عشرتك لمنصور تعرف عنه انه ممكن يجند ناس في الداخليه لحسابه؟ ايه ده كلام برضك يا باشا؟ يعني هو لو هيجند ناس في الداخليه اني هعرف؟ ده اني هناك ماليش لازمه، ده اني هناك خدام. خدام يا سعاده الباشا، والكبير لا يمكن يقول حاجه زي دي قدامي. هل لديك اقوال اخرى؟ لا يا باشا. طيب وقع هنا. يعني لازما يعني حكايه توقع دي؟ طبعا، مش هي دي اقوالك؟ ايوه اقوالي، بس يعني حياه ابوك يا شيخ، وحياه نور عينيك، وحياه الغالي عندك، اللي انا قلته ده يفضل سر بيني وبينك، لان ده ممكن يروح فيها رقبتي. اطمن. الله يطمنك. الله يطمنك يا امير يا ابن الامراء يا سكر. ادينا يا حاج جمعتهم زي ما انت عاوز. خير يا حاج، عاوز تقول ايه؟
بقالي فترة كبيرة ما شفتش معتز ولا كلمني حتى في التليفون. هو ايه الحكاية؟ ما انا قلت لك يا حاج ان هو في مأمورية. بالظبط كده، واول ما هيخلص هيجي لك على طول. ايوه يا حاج، هو دلوقتي معتز يعني وقته مش ملكه خالص دلوقتي يعني. انا حاسس انكم مخبيين عني حاجه. لا والله ابدا يا حاج، ما بنكذب، احنا بنقول الصراحه. قلبي متوحش عليه، انا هكلمه على الموبايل بتاعه، عايز اسمع صوته واطمن عليه. ايوه صح كده يا حاج، كلمه حاج، كلمه. يكلم مين يا شلبي؟ الموبايل بتاعه يا حاج مقفول عشان المأمورية سرية. انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ انا عايز اعرف ابني جراله ايه. انت عاوز الصراحة يا حاج؟ ايوه الصراحة، اتكلم يا منير. الصراحة بقى يا حاج، الله يكون في عونك. ما تسكت انت يا شلب، احنا فيه ولا فيه؟ الله جرايا عفيفة، انا ليها منك ولا من منيرة؟ وبعدين ده انا جاي اهدي النفوس. انا معاك خلاص، صعبان عليا، انا مش قادر اسكت اكتر من كده، انا لازم اقول الصراحة. قول الصراحة، اتكلم. معتز اخويا ماله؟ مات يا باشا. انا عندي شهاده مهمه ومصر ان انا اقولها علشان اخلص ضميري قدام ربنا. اتفضل قول. انا شفت المقدم حسام وهو بياخد شنطه من اثنين رجاله قبل العمليه، وكان انت متاكد؟ انا ساعتها ما كنتش مهتم بالموضوع وما خدتش بالي ان الرجاله دي تبع منصور، بس بعد الاتهامات اللي اتوجهت له اتاكدت شكوكي، عشان كده جيت اخلص ضميري قدام ربنا. انت عارف ان اللي انت بتقوله ده في دليل ادانه واضح للمقدم حسام؟ يا باشا هي دي الحقيقه، والمقدم حسام غلط، ولا غلط لازم يتعاقب. امرنا نحن رئيس نيابه شرق القاهره تجديد حبس المتهم حسام نجيب الهلالي 15 يوم على ذمه التحقيق، على ان يراعى له التجديد في الميعاد. قال يا ست المقدم، زي ما بيقولوا حدانا في الصعيد، اول الرقصه حنجلي من النسر اللي معلقوا على كتافك، حخليه ينهش بقلبك نهش، وقول لك تار منصور الكبير ما راحش. والله العظيم يا محمد ما اعرف حاجه عن الفلوس دي. انت تصدق ان اخوك يعمل كده؟ طبعا لا، انت بتحلف لنا يا حسام. تلاش ان شاء الله ربنا يقف جنبك ويظهر براءتك. مين عامله فيك الواد حامد؟ عارف عارف، ومش مستغرب ان واد خسيس، بس يبقى خسيس لدرجه انه ضيع مستقبلي ليه؟ ليه؟ انا وراه لحد ما يعترف انه شهيد زور. مش هعترف، مش هعترف، وما تتعبش نفسك، ده ما صدق يصطاد في المايه العكره عشان يوسخ سمعتي، فاكر انه كده هيركب في الاداره. اقسم بالله ما هيهنيه على ساعه واحده فيها. انا عايز اعمل توكيل لساهر عشان يدافع عني. احنا طلبنا من ساهر انه يمسك القضيه ورافع. ساهر اتغير قوي معانا احسن من ساعه ما اتقبض عليك. انا كمان بقول ما شفتوش يعني في تحيات النيابه. ما تشيلش هم يا حسام، انا جبت لك اسماء وعناوين اكبر محامين في البلد، اختار اللي يعجبك عشان تعمله توكيل. خلاص اخترت. مين يا حسام؟ انت يا شاهد. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش هلاقي حد قلبه عليا زيك. بس انا ما اقدرش اتحمل مسؤوليه كبيره زي دي، انا لسه محاميه صغيره. الموضوع مش محتاج محامي كبير، الموضوع محتاج حد بيحبني وقلبه عليا وواثق ومؤمن ببراءتي. انا مش عارفه اقول لك ايه. قدها وقدوده يا استاذه. جرايه امي، ما تقلقيش. على عيني يا ابني اشوفك في الوضع ده. ما تقلقيش يا ام، انت بس ادعي لي، ادعي لي وربنا كبير. ان شاء الله خير يا ابني، ان شاء الله خير. يا رب يا ماما. يا رب يا رب. مالك يا سيدي الناس سرحان في ايه؟ ده انت المفروض تفرح فرحه كبيره النهارده. قصدك عشان ود الهلالي؟
طار عنده حج يا سيد، الفرحه بقالها زمان ما صارتناش. معاكم حق، لو ما فرحناش النهارده هنفرحوا ميتي. طب ايه رايك نحتفل ونجيب تورتايه كبيره؟ تورتايه؟ والله وعرفت تقول تورتايه يا ابن بتعال كتعه. لا عجل، ولا اقول لكم تلات عجول نذبحوهم ونفرقوا لحمهم على الغلابه ونرمي دمهم لقروش البحر ونوعدوهم انه المره الجايه مش حيجتمعوا على دم عجل، دول حيجتمعوا على دم ود الهلالي. ايوه يا سيدياب، بس تلات عجول كتير وعجل واحد برضه كتير. انا رايي نرجع لفكره وهدان ونجيب تورتايه بس تكون صغيره. لا انا قلت تلات عجول يعني تلات عجول. ايوه يا سيدياب، بس ده احنا بنقول يا حيطه دارينا. وهنلاقي فين حيطه دارينا؟ في الهو اللي احنا فيه ده. بتقول ايه انت وهو؟ انا ما فاهمش حاجه. انطقوا. ما فيش اخرس اخرس يا وهدان. انا قلت لك 100 مره ما تقولوش ان ما فيش فلوس. ما فيش فلوس؟ هي حكمه ما بعتش معاك فلوس يا طاهر؟ منين يا سيدي الناس؟ ما خلاص الترعه جفت وبانت ضفادعها، والست حكمت ما بقاش حيلتها حاجه من ساعه ما الكبير مات الله يرحمه. ومين اللي كان يصرف عليا المده دي كلها؟ انطقوا. اللي بيصرف اخرس يا وهدان. ايه هو اني فيه فرق بيني وبين سيد ياب؟ ده اني لحم كتافي من خيره. ايه الكلام ده يا وهدان؟ اتفضل احكي احكي وارغي. دي الحقيقه يا سيد، طاهر هو اللي بيصرف علينا بقاله فتره، بس ما كناش عايزين نقوله لك. كملوني الوحده دلوقتي اتقلبوا. دايما كاسر فرحة ابنك، مفيش فوله بتتبل في بوقك قدام. ظبط بتتبلع على حسابي يا ضلالي. يا ابن الكلب احترم نفسك واعرف انت بتتكلم مع مين. كل واحد محترم مش واحد ضلالي وابن 60 كلب. ليه؟ هو اللي يقول الحق في الزمن ده يبقى ضلالي؟ ولا انت واخوك فاكرينها سبهلله وعايزين تقوموا على وش الفته؟ انا موتك يا حامد. انا موتك يا حامد. ايه اللي بتعمله ده؟ انت اتجننت؟ ده واحد كذاب يا فندم. يا باشا انا متمسك بحقي وعايز احول له التحقيق. راعي ظروفه يا اخي، انت شهدت على اخوه ودخلته السجن. يا باشا هو انا اتبليت عليه يا باشا؟ مش هو اللي كان مظبط معاهم ومقرطصنا كلنا؟ بقول لسيادتك انا شايفه بعيني دي وهو بياخد الشنطه من منصور قبل العمليه. حسام الهلالي اشرف ضابط في المديريه هنا، وانت عارف كده كويس يا حامد. دي الصوره اللي كان راسمها لينا يا باشا، انما في الحقيقه انه فاشل وما عندوش ولا ذمه ولا ضمير. انت اللي فاشل وابن كان ثابت. صرف صرف. حسام اخويا لا يمكن يعمل كده، انا متاكده انه بريء. طبعا من يشهد العريس. قصدك ايه يا طنط؟ قصدي انت عارفه كويس قوي. وحضرتك لسه بتشك في حسام لحد دلوقتي؟ انا كنت الاول بشك، بس بعد ما قبضوا عليه اتاكدت. اتاكدتي من ايه بقى؟ اتاكدت يا حبيبتي ان العصابه زادت واحد باخوكي، ولما غدر بيهم حبوا ينتقموا منه في بنتي وقتلوها. اصمت، مش معقول الكلام اللي انت بتقوليه ده. انت تخرس خالص. حاضر حاضر. سكت لي يا ساهر، ما تتكلم. هتتكلم اقول ايه؟ انت مش سامع مامتك بتقول لي ايه؟ بصراحه ماما عندها حق، ولو انت مكانها هتقولي اكتر من كده. عندها حق؟ ده بدل ما تصبرني على المحنه اللي انا فيها. واحنا مين يا حبيبتي اللي صبرنا؟ ها؟ انا بنتي ماتت في عز شبابها وبسبب اخوكي. لا حول ولا قوه الا بالله. معلش يا بنتي عشان خاطري. اخر حاجه كنت اتوقعها انك تتخلى عني وانا في عز محنتي، لكن ربنا كبير وبكره يظهر براءة حسام وتعرفوا انكم ظلمتوه. ايه بقابليني يا حبيبتي؟ انا مش هرد عليكي، عشان لو رديت عليكي هغلط فيكي. سامع؟ سامع مراتك بتقول ايه؟ مش هندا اتكلمي مع ماما باسلوب كويس. اسلوب ايه؟ ما انت شايفها من الصبح نازله تريقه وتجريح وشماته فيا انا واهلي، وانا صابره وعماله امسك في اعصابي، انما لحد كده وكفايه. كفايه يعني ايه؟ هتعملي ايه يعني؟ هروح بيت اهلي، ولما جوزي يقدر يحفظ كرامة مراته وأهلها يبقى يجي ويرجعني. الباب يفوت جمل في 60 داهية. استغفر الله العظيم يا رب، أنا مش عارفة ألاقيها منين ولا منين، من حكاية حسام واللي جراله ولا حكايتك أنت كمان يا شهندة.
معلش يا ماما، ما انا كمان غصب عني. اخر حاجه كنت اتخيلها ان ساهر يقدر يعمل معايا كده. معذور يا بنتي، اللي ماتت دي اخته لازم يحزن عليها. وانا واخويا ذنبنا ايه؟ منها لله بقى امه، هي السبب في كل اللي بيجرى لنا ده. ست مجنونه كده وخيالها مريض. معلش يا بنتي، معلش معلش، نعذرها برضو دي ام. ربنا يكفينا شر حرقه القلب على الضنا يا رب. والله العظيم يا ماما ما حد قلبه محروق الا انا. بقى ساهر اللي انا حبيته واخترته من وسط الدنيا دي كلها عشان اكمل معاه حياتي، يقدر يعمل فيا انا كده؟ معلش. ايه يا حبيبتي، ان شاء الله هيعرف الحقيقه وهيرجع لك تاني، وهو اللي هيعتذر. يا بنتي انتوا مالكوش غير بعض. ما انا يا ماما كنت متخيله كده زيك بالظبط، لكن مع اول صدمه في حياتنا علاقتنا بدات تنهار. يا رب التوف بينا يا رب، ورجع لي حسام بالسلامه من الازمه اللي هو فيها يا رب. ايش انت مالك فيه؟ ايه نفسي يا ماما غمت عليا فجاه ودايخه قوي. معلش يا حبيبتي يمكن عندك شويه برد، او ما اعمل لك حاجه سخنه. مش برد يا ماما، مش برد. امال ايه؟ انا حامل. ما تزعلش نفسك يا محمد، ان شاء الله شده وتزول. طب وايه الحل حضرتك؟ مفيش قدامنا غير اننا نستنى ونشوف القضيه هتوصلنا لايه. والله يا ابني انا متاكده ان حسام بريء، وان شاء الله ربنا هيظهر براءته. ان شاء الله يا محمد، بس انت سيبها على الله، ما تضايقش نفسك خالص. ان شاء الله. هو حضرتك ما تعرفش تعمل حاجه تساعد بيها حسام في الموضوع ده؟ انت عارف يا محمد انا مركزي حساس قد ايه، والداخليه طول عمرها في القضايا اللي زي دي بتقف على الحياد، والقضاء مبني على البراهين والاثباتات وبيحكم بالاوراق اللي قدامه، وانا لو بايدي اقدر اعمل اي حاجه مش هتاخر طبعا. مفهوم مفهوم، ربنا يقدم اللي فيه الخير. معتز صحيح كان صغير، بس كان كبير باخلاقه وطيبه قلبه. قالت لنا اللي مت وهو اللي عاش. معلش سر عليك يا حاج، ما تقولش كده من فضلك. وفي شر اكتر من اللي انا عايش فيه. عايش ازاي من غير ما اشوفه ولا اسمع صوته؟ ربنا يصبرك ويصبرنا يا حاج. تعال يا ملك، تعال يا ملك يا حبيبتي. من النهارده انتوا في كفالتي، وتروحي تجيبي شنطتك وتيجوا تعيشوا معايا. متشكرين يا حاج، بس مش هينفع. وايه ده اللي مش هينفع؟ ملك دي بنت ابني، يعني حفيدتي، يعني لازم تتربى في حضن جدها، اتدفى بيها وتتدفى بيا. انا ما اسمحش ابدا انكم تعيشوا لوحدكم. بس يا حاج احنا مش عايشين لوحدنا، ما تخافش، احنا عايشين مع مامتي واخويا، ما ينفعش اسيبهم لوحدهم. وبعدين اي وقت حضرتك عايز مرقك هجيبها لك. على عينيا، على عينيا انكم تعيشوا بعيد عني. ربنا يخليك لينا يا حاج، بس صدقني كده احسن برضه، عشان منير ومراته يبقوا قاعدين براحتهم في البيت بدل ما نبقى قاعدين فوق بعض. براحتك يا بنتي يا حبيبتي، بس لازم تعرفي إن البيت هنا بيتكم وبابه مفتوح لكم باستمرار. ما تتحرمش منك يا حاج. خدي يا حبيبتي. إيه ده يا حاج؟ ده مبلغ تعيشوا منه، وليكي كل أول شهر مبلغ زيه. لا متشكرة يا حاج، ربنا يخليك. هو إيه ده اللي متشكرة؟ ده حقك وحق بنتك. واوعي اوعي ترفضي فلوس اديها لك، مش كفايه اتحرمتي منه كمان عايزه تحرميني انها تكفي ببنته؟ لا والنبي يا حاج، والنبي ما تزعل نفسك، متشكره يا حاج. واي حاجه تعوزوها انا تحت امركم. ولا ولا عايزاني لما اروح اقابل معتز لا يزعلان مني؟ لا يا حاجه ما تقولش كده، ما تقولش كده.
وبناء على ما قد سلف فإني أطالب سيادتكم ببراءة موكلي من التهم المنسوبة إليه. خلاص يا أستاذة، خلصت مرافعتك؟ في كلمة أخيرة بس تسمح سيادتك إن أقولها. اتفضلي. هي مش متعلقة بالقانون لكن مهمة. القانون دايماً بيحكم بظاهر المستندات، لكن روح القانون دايماً بتبحث عن العدالة فين ما كانت، حتى لو في أدلة وشهود. وكتير من القضايا كان فيها أدلة دامغة على الإدانة، لكن في الآخر استقر ضمير المحكمة على عكس ذلك. سيادة القاضي، أنا بعترض، دي محاولة للتأثير على هيئة المحكمة الموقرة. الاعتراض مرفوض. اتفضلي كملي يا أستاذ. كل اللي عايز أقوله سيادتك إن موكلي كان طول عمره حسن السير والسلوك، والكل بيشهد له بذلك. ده غير إنه ضابط مسؤول عن تنفيذ القانون، ولو كتير من الأعداء اللي بيتمنوا إن هم يلفقوا له قضية عشان يخلصوا منه، فمش معقول إن إحنا نساهم معاهم في ظلم ونشوه سمعته اللي عمرها ما تمست بسوء. لذا أطالب من هيئة المحكمة الموقرة بالرأفة مع موكلي وتطبيق روح القانون وليس تطبيق القانون نفسه، وشكرا. الحكم بعد المداولة. محكمة! ان شاء الله براءة. خمشي ان شاء الله. يا نجيبي، ده الدم عمره ما يبقى مية. قصدك ايه عاد؟ قصدها انك تخفي علينا شوية انت وابوكي واخواتك، لحسن احنا خلاص هنطج. ما تطج ولا اعلى مفخلكم اركبوا. وليك ده بس يا بنت الناس، ده احنا مهما كان بنات عم ولا ممكن ناكله في بعضك. ده بدل ما توقفي في ظهرنا. وبعدين احنا بنطالب بحق ابونا واخواتنا في الارض، ما احناش طالبين منيكم حسنه. وانا ايه دخلني؟ روحوا لابويا وقولوا له. ما انت عارفه اننا بعتنا رجالتنا ورجعوا جفاهم يجمر عيش. رجالتكم؟ رجالتكم لا بتحش ولا بتنش، وانا ذنبي ايه عاد؟ وبعدها لك يا نجيبه اتحشمي. انا قول اللي انا عاوزاه، واللي مش عاجبه هنا الباب يفوت جمل. يا موري، انت بتطردينا من بيت ابونا؟ قلت لكم سيبكم منيه. ما هو الخسيس لما يتحكم يفجر. اخرسي قطع لسانك. لسه برضه شرك فاير. بس مش عليا يا بنت علام. عليكي وعلى اللي تشدد لك يا حكمت. وان ما عدلتيش حالك المايل ده هعدله. طب ما توريني كده يا بنت علام، ولا تحب اوريك يعني؟ واه، جبت منين قزوه القلب دي كلها يا نجيبه؟ ما تحت السواهي دواهي. الله يرحم لما كنت زي القطه انت واهلك كلهم. اخرسي قطع لسانك انت وهي، واللي هسمع لاحظ هقطعه. ربنا يريحني منيكم. وبعدين يا حكمت هنعملوا ايه في البلوداي؟ بزياده كده كلنا طفح وما بدهاش عاد. محكمة! يا حسام، المحكمة استعملت معاك الرأفة. بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً، حكمت المحكمة حضورياً على المتهم حسام نجيب الهلالي بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وأمرت بمصادرة المبلغ المضبوط. Thank you.